أسود ولا أخونا عبد العزيز أبرار أبوك عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ما شاء الله قضية السؤال والهدية مثل الله جزاكم الله خيرا معيرا إن شاء الله. ولكن خير الله السيو كلمات القرآن تعالى المرخيم إلهي نأجلك السيئة سبحانه وتعالى. قرار يا برغانك إن شاء الله برغان حسابنا اليوم بندران محاضرات كم بحضرنا الوقت الصومالي إنجليش كانوا نجرا سنرد يكوشي يبا أما سيد إعلان كنا نجري وحمد المنظر براد الجمال وحسن وكلم المنظر الشيخ أسد زمان يوم حفلته الجوردي يوم معرفة بدك سود ذلك ولا بل قد إن شاء الله تعالى مركز جزاكم الله خيرا أنت أسألكم وبرنا أنا خير قادم وحنشيل إن شاء الله عاوة مركي أتتان إن نور واحد من الفائدة سنين أنا كتير دون إن شاء الله تعالى مركز حصل وين هذا شيخ عبد الله شيخ عبد الله وانا رجعت مساجدك وإمام قسم الله مركوح عن الله إلى الآخر يوم موضوع كبيرة بالغيرة إن شاء الله تعالى شاء الله جزاك الله خيرا في الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا إله سبحانه وتعالى وحمد السلام لأنه ما تأخرين دون الوسعى وقراها سيكا عرش حسب الممتع وهو خيرا هي سيكا المسلمين طول الله سبحانه وتعالى وقراها الوسعى عمد السلام أن يسود عنا إن شاء الله تعالى نقول من الله سبحانه وتعالى أو طبقا إلهي نعود تستوين وقلنا بس تروحها في وراكوها إن شاء الله تعالى راح واحد كلمية وقصاف صدر نوع هاي aqoonta iyo aqoontu waa goorma iyo yaa laga rabaa inay waxbartaan. Kadibna markay waxbartaan miyay yaa iyay wuxuu qabanayaan insha allah meelahaasa kusoo koobay haddii aan lagaa sida la socono ilaahay subxaanahu watacaala qofka binaadamka marku abuuray
علاش ويل كوع بمري وصار الشوق وحالي وحب الله أفو عمر يسوع أقوانا وهاي كدب أيوه أفو حوسا يا إله سبحانه وتعالى أفو سخير وحبو برتا وحبار شلع سمرك أفو وحبو كرمسا إساقا شخصيا إلى يكور قادو أقو تيسا أخلاقه تيسا مولوله تيسا منع بيارك ورنم إيو مجتمع كل حلولي هاي إنو أفعي أقوان تاسو برتاك ومركا مجتمع سعيد الله مجتمع ولاكسن وأقوان تاعدتك وحيا غالك فعي دين أحبو خصا نبي عليه الصلاة والسلام ملك المصور دري والذي لغا صدح دري والله سبحانه الرامة كل الممركي من على دري مكو جوغي dadka reer marka waxa ay dad aad jahiliin u ah oo aan waxa ay caabudada dhaxyaanta oo caabuda geedaha oo caruurtooda gaar ahaan gabdhaha oo kale iyagoo nool aseexay waxaasoo dhan waxaa u geynayna wuxuu ahaa jahli iyo dhibaatiya qoomaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray wixii ugu horreeyay waxay ahayd iqra bismi rabbika alladii khalaqa khalaqa alinsaana min carab marka jiraa waxay ka mid tahay aqoonta ugu muhiimsan weyaan waxa la ilaa qof walba intay aqoontiisu la egtahay unbay aqoontiisuna qofka la egtahay marka waxa ugu horreeya ilaahay ka bilaabay subxaanahu watacaala waxay ahayd alqiraa nabiga suuradda lagu soo dejiyey korkii lagu soo dejiyey nabigu uu ilaahay xifdisay subxaanahu watacaala dadkii ugu horreeyay ee qaatay ee islaamka galay waxay ahayd cumar iyo abubakar iyo muxuu ahayd cali iyo ragga noocaas ay ahaayeen dadkaasi waxay ahaayeen dad dhalinyara soddon iyo shan baa ugu weynaa soddon iyo saddex soddon iyo laba qaar baa muxuu ahaay sideed jir macnaha muxuu ahaa batrayara dadkaasi marka wixii qiraa'adii nabiga lagu soo dejiyay ee xambaareen baa waxay sameeyeen intay xambaareen bay dadka bareen oo dadka gaarsiiyeen kolkaasaa ilaa xilligan inu joogo mashaariqaad iyo maqaarib ahaa ayaa diintii islaamka wada gaadhay meelun adduunka marka aqoonta horta saasay kusoo bilaabatay sidaasay kusoo socotay qoloba qol buu macnaha uu ka soo dhexlayay qoloba qof buu soo dhiibayay marka dadka yaryar ee dhallinyarta ay aqoonta ay bartaani waxay anfacdaa dadka ka dambeeya laba cilaa labadaba dadka waaweyne hadday wax bartaan waxaa laga yaabaa awooddooda wax gaadhsiintu inay yaraato ilaa maxaa yeelay qofka tabarmahayo waxaa laga yaabaa cifdiisu inuu yaryahay oo intuu wax gaarsiin lahaa uusan gaari muddo badhintaa laga yaabaa laakiin qofka dhalinyartii waxaa korku muxuu ahaa wax barto hadduuba qofka ilaahay konta sano lixda sano gaarsiiyo iyo wixii ka weyn waxaa laga yaabaa muddo dheer uu dadka wax baran iyo awood yaraan uu haystay labadaba in dadku anfo sidaa darteed baa ilaahay subxaana watacaala markuu ka hadlayo irtifaaca cilmiga iyo qofka siduu macnaha muxuu ahay qofku bartay meeshuu geenaya wuxuu yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu cilma darajaat ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kor u qaadaa aladiina aamanuu minkum kuwa idinka idinka mid ee ilaahay muminiin aladiina yaqra'uuna kitaab allah ilaahay korku u qaada waladiina uutuu cilma darajaat kuwa intii iimaan la siiyey haddana aqoon loogu darayna ilaahay subxaanahu watacaala muxuu ku sameeyaa darajooyin dheeraada oo kuwaas ka sii dheer iimaanka keliya haystaa inuu ilaahay siiya subxaana watacaala aayaddaas wuxuu ilaahay ku tilmaamayaa qofku kullamaa uu wax barto inuu qofka kale macnaha ka sarreeyo waxaad ku garanaysaa hadda muxuu ahaayey qofku waa adduunka ku noolahay qof kastaba qolkii uu shaqo raadsada waxaa lagu odhanayaa maxaa taqaana waxa uu raadiyey meesha laga shaqeeya ma taqaana ma lagu yihi maxaad u malanaysaa marka aqoontii diiniga ahaydoo aakhariya dunbu ku anfacaysay markii muxuu ahaay aad baro weydo hadhow ilaahay qof muxuu la hortegaya ilaa maxaa yeele wuxuu ilaahay ku aqoonsan lahaa uusan baranin nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo intaa lagu goranaya wuxuu yidhi man salaka dariiqa yaltamisu bihi cilman سهل الله له به طريقا الى الجنه قف في معناه قوة ودقة ودرس ولما أقوكنا من الدين إلهي سبحانه وتعالى وحب السهل ودري جنة الله مرحبا مركا علمك أو دينك
ينفعك من الدنيا وينفعك آخره هو أنفع يدكم هو أنفع ما هي لفهم دوا بون دنيا لي أبونا ربا يوش كيسن فهم قرآن كلي يقعد على المعلم من قلنا مش سيوه حتى حديث حق صار أرتين سحاول أفهم كمين إلى إنهم قرآن كسيرة وقعوا كان أرتين وقلتني وهذا يعني اللي هنسكر وسيني آخرين هذا وضد الجنة أبو مريم أيه نقطة إسا علم الوراق في عمدة أولية نبي محمد عليه الصلاة والسلام ركو إلى الله دي محكولي وقل رب زدني علم وحتى يا نبي محمد إلهي وقوني كل وحتى قلت لنا إلهي وقوني كل إنك محال الربا إلهي محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وحيث قصوا على المنوعة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ضي شوى لأكسن إلى إذن معناها مهنة ضب يكون ضيتان ضي شوى لأكسن أتكون ضيتان وحا أبو سمالي ولأكسن الأعضاء إنه نمك وحوه إلى العلم غير رادينه ولما مع ذلك عن رادينه إلى إن إله إلى ويدي سنة سيد محمد ويدي سنة إلى إن إله إلى نوكر ديه ويدي سنة أيا لك المرمان إلهي سبحانه وتعالى إصاروا أو إن ودي رجلنا يا أبوته يا ولاك يا وحا إلى ذا وقفك مسلم كعلى غيره وحكم هاي يلو فهم زلاد العلم يا ابن رمضان الجوغان أي إلهي يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. نبي محمد واحد يا الله ميي سميه كو وحي يقاني كو هربوني معناها مسلنا وحي كو كلا سريان كو كلا هربوني اخوات هاي مرتين. حتى واحد يعني البر عدو لما جهل قف واحد وسرقوني عدويا حتى مرك مثلا علمي البروي وديتي البروي والهي سبحانه وتعالى ديتي سي هربوني ده إلهي يكون أبو ربع على الكون أوري إلهي بالقرب وإيسا بس كل اللي بيها مني كل تاني بيها تسبيح تماشى على اللي هو هاي فرعون بقى وحيد اللي بحق صدر على الباب إبليس كم حسا فرعون بيقول واقوم مر حسا بيقول إغفر بقول الباب واقوم بقول كم حسا أو كم كيلو ده بيقول فرعون إلهي باشاغتن ان انا غير وادي غير وي هو حاله وجه واقوم الهي المرض اللي ما غير وهي يقول الهي ويا قالنا مرك سو كما تسوي سبب ولماذا بودي غيرني ان انا الهي هاي ما انا بس كنت اسوي مرك قفكم معناها واحد وسنه بوني وحو انه قال يا عبد صدقت بالله يسوي انه يقول لنا يا بوتا روح الهي labada qof ee ka waxyadaanaya ka wax aqoonimiyeysan ina raasi ka dadan duu ka feerino nolosha xataa bini aadamka qofka waxba aqooni qofka meel shaqo la isku yimaado waxa laga yaabaa qofkii aqoon shaqo la qotay inay in meel la geeyo oo maanta shaahis iyo kafiris iska karsado magaranay saaray muxuu ahaa inta kisu si cadaalad ka kala waxa laga yaabaa in aqoon tan ahayn in la yiraahdo musqula iyo musaxa ma la saaxa wajahni weeyaan marka maxaa weeyaan waa inay nugu diyaar garowno qof waliba inuu ka baxo jahliga iyo dhibaatada aqoonta weliba diiniga meesha aynu ku noolahay waxaynu la noolahay dad gaala dadka gaaladiihii innagu maadaama nu muslimiin nahay soomaalida ay weli soo dhoweyen oo qof kastoo inaga naga mido inta dhalinyartaa iyo kuwa laga yaaba inay yimaadiin baa dhow waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ka ugu yaray waxba la siiba iskuul laga bixiyo قال بابا يا بني هاشم لو قدر قال بابا يا بني العقل لو قدر قال بابا معناها امني اللي بتجريها له ما له حقوق برتان بهله مركا انه وناك بدل ما يكال قفكم مركا نبي عليه الصلاه والسلام وكيل قفكم هدو حقوق قبطه فكافي وقف على نقطه انك مركا بحين نجا مدين وانا الوحلوه بعيد الدين تينا بارنا الى الدين تينا انه نجارسين او قال لماذا مشكله دي كنت نسال وقصاره معناها انه هاي انه بديل ودينا حتى ولا جاي مصريين انت اللي قاعد بتعوي واجب كده واعي وانا ما قلت برا هذا حوايا وضد بلان انه مسلمين هو معناها في عام ولا جاي بين سلاتي بتكرر وانا احسن ماكي لا جاي على انت يسوي ما دين ما قالنا الساعه تليرتي قالها هاي واي كمان دي تي لوير شرح وحوايا وقفت له قال واي اقونتي ديني وقف وحوشي
وحريبا قونتي دينك هنا قفك مغطري وحريبا سؤالك حميد انت قفك ويديو انو قنواني ولكن سؤال معنا هو اسكبديه او اسكسه على قفكو سي سيرو في كبر الله ان حدو مركد قفكي وحربي لغا يابا انو برتو كلكو كو اركو ابي او مسلمنا او لغا يابا لواتن و خي كوينينا تاي كلكو كو اركو دين تاني لفتي دي بانو حق غرينين ده وحا لغا يابا قفكي انو لا حقادي و دابا دي لفتي و خي وحا غردن بدي ويليسا مركا اي وحا كبر ارجينا دليرتا دين تبرت محايا لديت وحيني كافع سادتك إنا تقارسيسا وحيني كافع سيدك جهلك إنا تكبح لان وحيني كافع سادتك كلام مسلمين تحتانا بقوتان إلهي سبحانه وتعالى بركة إساقوا إنه قبولون إيا علمك في عني ولا قولية إيا قفكم على هدو الدين تبرتدين وقعوا الفرق أيا وحو إنه قدق يا وحكم إليه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وحولي مثل الذين حملوا التوراة كوي توراة أقرصة وحي لمذيهم قاردة قاردة وحي لمذيهم قف كمثل الحمار يحمل أصفارا دمار لغورها المحوها كتابية الدول محوها قرنين وحبك ما قرنين وهو ما ضغبين بقيريا قف كما معناها اقون تنوع مثلا تضبر ريا من دينتي وما قرانك يا وحبرتني ان معقبه غيرني منه قف اسلام ماذا حبارسته هي وين دينتي نحبه كما غيرنيس خاصو كلام معايا ضمن من قليسا حدي اعظم برشدي معناها كنت دالين الهي سبحانه وتعالى اسوا ددك عاي وحو ربي سمثل القوم الذين كذبوا بايات الله وحا حماني دباته اسكاله كو كتاب كإلهي بيني آياتها بيني يكو كل رواية إلهي نوح طبعني والله لا يهدي القوم الظالمين إلهي سبحانه وتعالى طلب الظالمين تعا كل ما مقرقار إلهي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام الوريد حديث وريني وعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إساقوا كهلا يعقونت ولا قيلنا وحور على إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم والمتعلم رواه الترمذي ومن معناه محور هاي من محوري معنى حديث الترمذي بأوري وحور النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا هو ملعونة ولا لعنة وهو خير على ذي منجر وملعون ما فيها وحد الدنيا دحي يكون كيلا جوانا ولا لعنة إلا ذكر الله إلهي ذكر قيسى مبين ولا إله إلا ذكر وقراءة القرآن وخيرات إلا جسم يبوي وحكلون ولا نمر يوم ولا وحي اللي قاعد لا أقوم تاعي دين تاعي إيوه عالم قف عالم هو ده أقوم له هو ده كدين تبو شيء يو دين تبرأ أما قف متعلم هو دين تبرأ أنت كلامنا ملعونة ويا سيدنا سيدنا عليه الصلاة والسلام and aqoonta marka macnaha dadka laga rabo inay xambaara waayo waa dadka dhalinyarta weya dhalinyartu marka wax weeyaan waa mujtamica hogaankiisa waa mujtamica muxuu ahaaye dadka meel muxuu hogaamin kara ama meel dacwad hogaamin kara sidaa sheegayna qofku hadduu doogo awooddu wax ku qaban lahaa ee macnaha muxuu ahaaye hadday hadal noqoto hadday xoog noqoto hadday aqoon noqoto way keenanaysaa لكن كطليات وحويان يسقوا وحاصر دنا ونرجعوا هيا أود فربضهم بنجرين كرادات كإسلام كأي لفيسة يسقوا بركة النبي عليه الصلاة والسلام كبرنا يدات كشباب كطليات إن أي دلالان أو أي وحبرتان أي النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شمعة انت لن قاري سيفا ايدي سوء شان تاسي انت ساكوون لعن كسي دكتونو متك اوغو رايح النبي شبابك قبل عربك قبل اوغاك انت كور رايسا كسي فا ايدي سوء وهذا الوقت قد ان يرتاح معنا الخير من طول وحب رو ويدو حدو دي بركة وينا توحم بركة نبي مركة حلوكا قد انت لن قبل من اعدال يرتاح سيفا ايدي سوء والله بركو
ربك لما يروح النبي عليه الصلاة والسلام صحة قبل سقمك أنت وصل حنون كمود عين والعافية ما قبته سيفا إليس دون النبي عليه الصلاة والسلام قفنا طحن وصلوا بحوية ما أحمق سكرا حتى الرؤيا توقع الله ما أنت حق لها وشقي سني هدوها من معناها قاري كل قدو أما حنون كلاوة كمود عين وقل مفوضة رتي ما شيء كل شقي سني ذو العريان أتبارك ماشي معنى بحوية أنت في يودهي الحنون يبقى سكوني من حين النبي عليه الصلاة والسلام هل سيفا إن يستوح على سيمرته حكى النبي عليه الصلاة والسلام غناك قبل فقرك قل قال وحي سنتو فإلي سوء دنال سنين انت أوصر قبول نعين فقر مثل هذا النوع قصة قال حكى هذا كل الله وحفبلا أما فإلي سكا قفكي ربعينو وحبرتو قفكي ربعينو حماشو قفكي معناها ربعينو وحنون قصر ودن كان هذا كل الله وحبلا نبا يلو كدوان كينو كنين عارف كده يا حكم ده وحاجه يا بعدين حتى اقوم كده ويضحوك على شقتكته الى ما شو هي شو حكم الله لكن وانت كان يا وكان علي وقف كنت شقتك انه سوى يعني وحاجه يا بعدين اقوم ادو اللي ولي بالله ابو كالمي او دقاري لا غبي او لو يكون جري او معلمي توفري واحد والله فري على شمع الوارد حكم الله حتى كلماتي ان شاء الله يا بابا واخرني ما تتكفرسوا هذا وحاجه يا بعدين يسحون ويو أو حل معناها أتقاله أتزيره تهيه والله عبد بريك يقولون أغلى هذا الإسم لما يقول عليه الصلاة والسلام إنت هذا الغريق تهيه وأسيفه فراغك قبل شغلك إنت هذا مشغول يقول النبي هو سيفه إيسر أيوه كله معناها قفك الغليقتا معناها إنت هذا مشغول معناه هو حبيب كل كارك تهيه كلها ما أنت وعنا وعبار صبر نيسا عاوه وعنا وعبار بركتا لكن مركا الخير يأتي فهم اللقطة وحوي والمشغول يسا المهمة كم مشغولين هي المهمة وحكا قبانه مرنا نحوها هاي عطب وقصر شقيسو مروا حيباني ماشا سيحين لهذا نارو هاشو مروا حيباني استان لديسو بقل نوع بيباني مروا حمد بربرت مركا انت هذا اللي يستطيني ولي القرتين عم عنا نحوها عرفتو حتى لها وقت قوة كالصيف ومعنى وابهاشي وصيفتو اوكي هديها من الوقت قوي نساك قولي هذا هذا ربعتين معناه كيف تاني طبعاً سنة وسنة هذا الناس خلاص حاله ما بحث عنه في هذه السنة لكن هذا السنة طبعاً السنة إذا كنت جوا تبغى واحد جلس هاي نفرت ما تجلس أما صدق ما تجلس وتجيبه بسمع يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحياتك قبل الموت كشان أنا حوي أنت عندي مني سيف إلي سوء عبادي خيراتي ولا قل لي موت أنت هذا معناها ورئي قريب وينه هاي الهدف دي بتو هدو دي عملت شكا استمهنس واكي قالوا لهايين لعلي يرجعوا معناها لعلي يقول واكي لهايين نوع هاي إله دي بنوعي إلى أن قصوا شكا يسان عمل وناكسا وأنه معناها هدو إله ملك وقول سبحانه وتعالى دي لي دي معلي ماكا انت هنا فقود نعين هدو وعلي إلي قف كستور دينتا مروا التمرين يعين دوك اللي وعليه هدون دي باتاك جارة وحكتن وحكاش لنا يا هداد وراك سوى سمين لهي اما يامرك علي وراك سوى سميس هدون وراك هستنا وحورنا يا هداد وراك الوحى سمين لهي معنى وراك الوكوسي بدل لهم مرياك علي وراك سوى بسيطي فكان نبي حلي عليه الصلاة والسلام انت عبان دي من كهر واحد سميسا سيشا قيسو آخرية دوك بوسو شخيسو قفك شبابك السوء النبي عليه الصلاة والسلام أن تسيره يسيده معناها قفك الأربعين الله تربيه إيه إوح الله بره إيه إلو هجاجير إيه إلو أدبير أي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وحكوري يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يفروك بشيء لم يضروك بشيء وإذا اجتمعت الأمة على أن يفروك بشيء لم يفروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف بحوري النبي عليه الصلاة والسلام السوء عبد الله بن عباس لحظة أو توجيهين أيها وحبرين
أي بقول يا غلام إني أعلمك كلمات وحاك برا يا كلموين كلموين كاسمحا ويان احفظ الله تجده تجاهك وعقول إذا احفظ الله يحفظك إلهي حفظي إسلوك إلى الله معناها أوامر تلوامها إيا ملاقياك الله الشريك الله إمو وحيا لها لقانا هي لقانا بين كتا حكروا نبي وسيل عين إلهي حفظي وولاق الله إمو وحاضوا بها أنت يا إلهي سبحانه وتعالى وكو سخريا نبي وحولي إذا سألت فاسأل الله هذا الغطينة وحوين دي زدو إلهي هم بقوا السيكرة وحكروا بقوا السيكرة وبن آذن وحكروا بقوا في المجرين إلهي وحوته سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعن بالله هذا قرقار عمتان إلهي قرقار ويندس وحاذا قاعدت ومدوا لنا هذا يسوتي من هذا وغاني وحكوترته إني نحبك وقمن إلا إلهي سبحانه وتعالى وحكو ترق لنا إني قوقب تنبيه هدو قف وحكو قبته ووح إلهي حتى كور قدر سبحانه وتعالى هذا يمدوا السورة تتويد وغاني يكون نبتو ويمدوا أردن يسوتي من هذا إني كل دمان شيء إلهي يقول ترقى إني كل دمان ويقفنا في مدينة معنى إنه هدو هذا قف كبندي لك سواء قال الله وحكو نفتو وهو تنديرك إلهي كنت على اللقاء إلهي وكنت على الإنساء والمسلمين حديثك أسمعه كساب سيئة قفك إلا توجيهي وسعين عقيدة وقف سالي وأين حماري وقم نعن لتوجيهي وناك على روشة وضلا سميه أي أنك حباري عبد الله بن عباس وناك النعاس عبد الله بن عباس كلي قنا لما برايه قفك أستوى مسلمة أي الله برايا أولا رباي وسلا سميه وحكى النبي عليه الصلاة والسلام إسوا أو برايا اللي يرتو مخن اللي يرتيهين إلي وضل في عن مران أو تارا أيكم مركان إلي تعليم ديني أيشان أي إسوا أو كهذا حاجة أسرة هي فامل كي يقول فيها وعليهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صور دليلت الله عليه. دليل معناها مرحك هذا معناها دمرها هذا. قفك أودي كرعين وقورسله ووحو معناها معناها يكون قورسلها صورة قال يطاي فليتزوج وحول النبي وهب قورسله وفاس. محايا قورسي فإنه أقض للبصر إسرع إنه لامعه. وقف كنا ليرتها هاي هنقولي وكون جنيه لغاية ما إنه معصية محمان كون نعلها كل هو قرسل ودقى يا يوم معصية هاي مشكلة دا سوي كتا نزوليسا وحكى لنا عليه الصلاة والسلام إساقا إنه محمان كون نعانه إلى لم ينقول مركا وتعليم نبي قوين لبرا يو وقال ربا قف كنا ليرتها إنه برطو سيغو سمحمان إن لها هي اللغاها هي قمعها هي أفكام هي معناها فرجي قمنا ما وقنا وحول النبي عليه الصلاة والسلام قف كان يسر له ويده تكاليف تكري ويا وإنه صومه أو صوم كل دلالة صوم كاسب الفاية وهو شاولي وحكتان يكبر قرنيس النبي عليه الصلاة والسلام الصوم برا يبحوها في تربية الشباب ذكورا كانوا أو إن هذا أما ها هذا شباب كاسب اللي يرى أو ويلنا أما ها هذا قبل النوع دوني بها هذا نوح إليه مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع النبي عليه الصلاة والسلام يقولي السبع أو كهالي أو إن بري أو ولبا أقوان ديني إن بري يقولي عرورتي إنه مركي تدرس رجالان صلاة إلا أمروية صلاة وإن لبرو ومعنى الله برا أحكام هاني فقهان وهذا ولبا صلاة دي تكل وإن لبرو وكو كل كي أي تمر جيب جانا هذه سلادي كت جانا وحول النبي وإن لو ليه المنع سلادي هو جرعه لقيت بيه سلادي ساي سلادي ولا بس سلادي ولي مي كان تمر جيب النبي كم كان جارو تمر جيب كان يتبدل كم كان جارو ولا والله جاي هو معنا إن مركب قافو قفكو سلادي كم كان جارو لكن سيدا بدل معنا قفكو إلى أي تمر كم كان جارو كتر به مركب واحد النبي ولي عليه الصلاة والسلام isagoo inna baraya waliba especially dadka dhalinyarada si baraya si gooniya ilmaha waa in la amarto dowladdu markuu gaaro salaada waliba salaad ina la baro markuu gaaro ilmuhu toobadina hadduu salaada ka tago waa in la ogaado nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ilmuhu korku farriqo baynahum macnaha waxa uu galay geesaha fil madaajid korkii habeenka ay seexanayaan qof walba meesha loogu taagay especially hadii wiilal iyo gabdho yihiin waa inaan isla saaxanayaan
لئلا يفسدوا في المعاني إذا فساد مشكلتك عليهم. إلهي سوى إنه أسي قرن جرين إنه يبرر الجنة صلاة أيه سيدا يولا قولي ما وحول قتل ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قتل ما وحي إليك من الكتاب نبي محمد وحد كنت أقلاتك ومشاكتا ما وحي إليك وحي لك وحي له قرانك وأقم الصلاة صلاة نغوك ومحوها صلاة معناها محوها أوب تذكر أنت أمر صلاة له محايا لصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة وحي هبتا وحي على حبك مركا وتعليم الله سبحانه وتعالى من برعي وقفك لقرر بغيره برطو مسلم كاقار أنكم أليرتي هاي انتو إلي صلاة حمان تردتو قفك دوتو كذو حمانتو كعب إله سبحانه وتعالى السوء النص الشيخي يمعنها محوة هاي صلاة سيء ولا أقول لهم عوري واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة لله على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وحيلك أما ستصبر في أموركم كلها أمور تنور صلاة معناها كالميستا صلاة وحوية إنها لكبيرة إلا على الخاشعين صلاة ضد النبي سواء يكون بمطر لكن تلك خاشعين تي إله يخشع سنة إله كعب سنة يقوماتك ابنك وحوية معا إله وحوية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كوا سوى كوا يقيسن إن رب قوض لكل مدوران أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون إن إلهي لعلن ورميسين ذلك المعاصر صلاة أسوء إن برأي إلهي سبحانه وتعالى وأقول ويا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع إن قبر رجل يدل يرى نمضى وحل لك فإذا استعي حدو أمام الله إليه وحقوق من إسقاط ليرتعي هذا أبونتي النظام كي يسير لك بيس سمايسو إسوى النبي النوات المامة يعيني هدو حقوق من يسنبه حليه سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربي حول النبي عليه الصلاة والسلام تضبع أي إله يمكي سارسة مالية قيامة أو سوحر وكال الجن وحكم ذا إمام عادل غفق دوم الحويرية وعادل الله إله يحكي سبحانه وتعالى أرسلنا وحكم ذا وكله شاب النشاء في عبادة ربه قف الليل وفي عبادة ربه كبر باري وأنتم دين الإسلام كبرتم كلنا من ورقة كويرة كاسنا أمام الله إله يحكي سبحانه وتعالى أرسلنا قيام من السوتر يضع الله ونبر النبي عليه الصلاة والسلام وراجع إلى الله صلاة يوم هاي أقوت يوم رجلنا يوم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمس معناها سوى نبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قال لي لماذا كفى يسأل إلى أن وقت جينا معناها كفى يسأل وحوري قفك بناء لك يبرك إلهي سلطان كما هو نقاط إلى شل ويدي شمت عشي واحد كمينة كبوه ريال ويديني وما هاي عن عمره فيما أفنى عمره ينال يرنمذي يوناك إلهي مهو سبيل محاط كنا ميسي وابوتي قفلوا محاط نقو فيرسو وقالوا ويديني يا حلقة يا وقتها واحد كبه حسين